بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي حبايبي غناتي المتابعين، أسعد الله مساكم وطول الله أعماركم وبارك الله في حياتكم. وبدأت الكلام وياكم، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من ذكر الله وزيدوا من الصلاة على رسول الله. وانتم في هذا الشهر الكريم في شعبان، ولا تنسون أنفسكم. الأيام الجميلة في شعبان، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله يا رب العالمين يبلغكم إن شاء الله التراويح في المساجد، وتصلون القيام إن شاء الله في المساجد، ويعطيك السائل مراده يا رب العالمين إن شاء الله. الله غني والله كريم بعباده، والله لطيف إن شاء الله، أزمة بتعدي، قولوا آمين أعزائي. وهذا نحن في البيت، الباب الباب الأول، باب واحد اثنين واحد باب ثلاثة، وهاي أنا يا لسا الحين تحت الشريشة برا مغوية. الله العظيم إن الشريشة أحسن من ألف مكيف ومن ألف سنترال. ليش؟ هواء طبيعي وهواء حلو. الله والجو هاوي ما شاء الله. إيه نعم يا أسبرة عند الباب، وين بصير؟ عامل الباب للمحراب، من البيت من تحت الشريشة، من الشريشة للبيت. الحمد لله بعد الله كريم، هاي حياة الدنيا. ويالس تدري والعيال يسترون طول الليل على كمبيوتر، ما كمبيوتر راقب، بس بتغدى مكان ثاني، بغير شوي بتغدى في المطعم اللي بعد. طبعا المطاعم ماشي، مطاعم الحين كله تكويه، بس يجون ياخذون ويسيرون. والحمد لله رب العالمين. وايام وتلك الايام، اهلا وسهلا مرحبين، يدخلون عليك ناس بكلام حلو وطيب ويثلج القلب من ادبياتهم واخلاقياتهم ومدحهم وقولهم، ويدخلوا الناس يعني كلام فاضي. وطبعا انا الحمد لله هذا الكلام الفاضي والكلام اللي ما يدخل في بالي ما ارد عليهم ابدا. عندي خطه، تشنج 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 بلوك روح شاك. باب اللي منك، باب اللي بي منه ريح صكه واستريح. لا تقول انت وفعلك وتركك وانت ما تعرف وانا احسن، لا 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 لا، سوي له تشنج 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 حضر في معلم، انت في الخير وفي السلامه ولح عدو. لكن يوم بيك الكلام الادبيات والحلو من الناس الطيبين الناس الزينين، غير احب احط فيديو من الناس بنات النشطات بحط لها شوية زيتون. أنا يعيبني شو يعيبني؟ يعيبني أشوف بعد خالد حرية يوم يسوي السمك، ما شاء الله عليه، موسوعة موسوعة الإنسان، يعني جميل الشخصية سبحان الله، وجميل الطبخ الله يحفظه يا رب. وحتى سنابات توسع الصدر على قولتهم. شكرا منى بتخادم، سنابك الحلو وإخلاقك الطيبة منى بتخادم، تعلم الثقافة وتعلم الأدبيات من الناس اللي في مرتبتكم وفي مكانتكم. مشكورة يا على الكلام الحلو والكلام العدل، ومي العدل إلا من أهل العدل أهل الزين، مي الزين دوم إلا من الزين. وانتو الناس الزينين طيبين، وأسرة بن خادم طبعا كلها أسرة راقية، أو الله أعماركم وبارك الله في حياتكم. انتو أهل الثقافة والدين والعلم الحمد لله رب العالمين. واشكرك على حسن متابعتك واخلاقك واهتمامك واعطائك ورايك، نحن ناخذ بالراي. شكرا الف شكرا. طبعا موجود موجود، تسالوا عن السحناء ابو موجود، في سمن بعد موجود، في موجود سمن. زين وشو غداكم اليوم؟ شو غداكم ابو؟ افتح جدر كله، هذا مندي دياي، مندي دياي موجود، مندي دياي الله. هذا شو بعد؟ مجبوس سمك، سمك غاوي غايد 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 بسرعة، مجبوس سمك مجبوس السمك
تياي برياني تياي والهريس حطوا لي هريس مع الدهن خني والحيدر بعدي ها الله والحيدر بعدي والصارون تياي نجي شوف وين نجي صارون تياي غاوي الصارون تعبني هنا الجسيد ما شاء الله طبعا الجسيد هذا حد يسميه 100 درهم مع اللومي الاسود الجسيد مع اللومي الاسود بالاضافه الى طبعا الخليص اكله شعبيه نوع من السويد نعم واحد يغير بعد اكله حطوا لي شوي هريس وعيش ابيض ولا عيش مجبوس والله ما ادري الشاور اي بعد يقول لك المثل البس بما يعجب الناس واكل بما تشتهي النفس إيه الاكل لازم انت تختاره وال نعم قالوا منوع يلسه على الكراسي ونحن نستصيغ للأوامرة هاي كراسينا سكرناها وهاي الطاولة جرى مرة ممنوع يعني خلاص ما فيه يلا عاشوا 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 هي هي نقف دك سحنا ما عندك شغلة حيته عليك بس سحنا نعم وهذا مركبة حرية أبو الله يعود الأيام الزينة قولوا آمين آمين عدل 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 عود 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 اللومي أبو شوف دك سحنا دك سحنا يا هي سحنا نعم هاي سحنا الأول يجي نعم وش نسوي الحمد لله رب العالمين قال لي ما طاعك الدهر طيئة حتى تكون ربيعة نعم تقوم هذا يعجبني حلاه الواحد ياكل لقمته بالحلال اهلا ومرحبتين طبعا الغداء اول شل العقال وعقده بعيد وغدانا عيش ابيض وسحناه والسحناه هي المستخدمه في الامارات وساحل عمان في عمان كله طبعا والامارات السحناء نوع من السمكه هي هاي طبعا السحناء المحليه شفتوا هاي السحناء بالطريقه هاي هاي طريقتها طبعا اي مع الدهن الخنين هذا هو الدهن تعطي العيش بعد شوي دهن شفتوا مع البصل الابيض ايه بعدها بصل ابيض بعدين ومع اللومي الحامض وقبلها فرتين تمر ويا رب التمر فرض هذا من الفجيره عند ام احمد طول الله عمره والفوار